وصل على المحطه الثانيه اللي هي كاتدرال مارسفان. هيك اسمها مارسفان تقريبا صار عمرها بال115 سنه 120 سنه. هي بنيوها البحاره ببدايتها، ومع الايام التطور اللي نحن فيه تطورت وتكبرت، تعتبر من اهم كاتدرائيات المنطقه. هاي اول مره بشوف جوني بهالجديه صراحه. مينا الباترون من المحطات الحلوه كمان كثير اللي بنشوفها بالمدينه عندنا. مرحبا بين كنيسه الاصفهان عن يميننا برميلو ستيفاني تيشوفوها من ثاني مال بجمالها. الصوره الفينيقيه بيخلص هون مثل ما عم نشوف، يعني ببلش من المطرح اللي راح نفرجيكم عليه بعدين وبيخلص هون. وهذا البيت الاصفر العرست اللي هذا من اقدم البيوت الموجوده بالباترون، صح؟ غلطت صحيح. بس هو هذا السور الفينيقيه في كومنت صغير عليه بيقول انه هو عمره فوق المليون سنه. ضروري تحجزوا مع جوني لتعرفوا اكثر عن السور الفينيقيه وتاريخه. من اجمل الشوارع اللي بنشوفها عندنا بالباترون هيك الشوارع الضيقه اللي بتمرقوا فيها بين البيوت والحجر القديم. واخ ست مبجوره جوني على مهلك. هلا بنزل بزفه تكرم عيني. زفه الطريق؟ شو بعمل؟ يعني هي بين جوره وجوره في جوره. كنيسه مارجوريس للروم الارثوذكس هي هاي من اقدم الكنايس، صح؟ قديش عمرها يا جوني؟ عمرها 90 سنه تقريبا. هلا من اجمل كمان النقط، انا يعني كل شيء عندي بالباترون بقول من اجمل المطارح، ليه قولك؟ لانه الباترون كله هي مطرح كامل على بعضه حلو. طيب في احلى من هيك شيء؟ انه فينا ما نقعد نتفرج على السانسيت ان شاء الله لو كل يوم. وهون من ثاني طرف من السور الفينيقي مطرح ما كنا هونيك على المينا. نوصل لهون وهو بيقطش شوي واذ بيرجع بيكمل من هون. اكيد كثير منكم بيعرفوها للدياسبورا واللي زير الباترون بيعرفها. هون عندنا صوره لقلها بيفور وافتر، بس هيك كانت من فوق وهيك صارت. انا بتذكرها كثير من انا وصغيره ميلت فوق. ضروري تزوروا الباترون وتفوتوا تتفرجوا على جمال البيوت بالدياسبورا هاوس اللي هي بيت المغترب. عرف على رانيا بطريقنا. الو ستيفاني احتراماتي. ايش في ما في يا رانيا؟ هاي الطريق اللي بتنزلنا لحتى نصير بسيادة البحر. السور الفينيقي اللي هو هيدا هون بيطل من سيادة البحر. هون كمان السوق القديم في المحطات الواحد ينزل فيهم المطاعم والقهاوي. وهلا صبايا الحلوين وين بتحبوا نروح بعد؟ هلا قبل ما ودعكم جوني بده يودعكم لانه الفيديو تبع اليوم معي خلص من قلب الباترون. ما تنسوا انه تحكوا جوني لما تجوا على الباترون رح يكون مذكور رقم تليفونه تحت، بس ما تدقوا له كثير مؤخر عيب. لا ما في مشكله، اسعد بدكم من قبل السفاني اسعد بدكم والله لفرجيكي نجوم الظهر. ايه اسعد بدكم، اسعد بدكم، لا عمركم وهيك